تم مساء اليوم افتتاح أحد أكبر المراكز التجارية في منطقة البحيرة 2. هذا المشروع حسب منشئيه سيوفر 1000 موطن شغل مباشر. على مساحة جملية نهزت 37 ألف متر مربع أقيم أحد أكبر مراكز التسوق، من حيث عدد المحلات التي يضم وعدد مواطن الشغل التي يوفرها. 80 محل تجاري يشغل بشي شغل، معناها في الوقت يبدأ يعمل 1000 موطن شغل مباشر. بالنسبة للتمويل وبالنسبة لل الانفستيسمون كان بتقريبا 90 مليون دينار المشروع كامل، ويضافوا له 90 مليون دينار 40 مليون دينار هما التمويلات بالنسبه للمحلات بيدهم. تونيزيا مول مركز افتتحته وزيرة السياحة والصناعات التقليدية سلمى اللومي رقيق، وشهد في جو احتفالي إقامة عروض أزياء لمختلف العلامات التجارية العالمية المنتصبة بالمركز. في إطار سياحة التسوق اللي هي تو موجودة بكثرة في بلدان خلف تونس، أنا ما عندناش احنا، وهذه سياحة الدعم السياحة الداخلية اللي مهمة ياسر تو في تونس، ودعم السياحة نتاع ثم بلدان يحبوا يجيو سبيسيالمون للشوبينغ دونك هذه وجهة تونس اللي هي من أكبر وجهات سياحية في بلادنا دونك العاصمة، باش تكون دعم كبير للسياحة. هذا ومن المنتظر أن تنطلق أشغال مركزين آخرين يضاهيان هذا المركز بكل من ولايتي أريانا وصفاقس في الثلاثي الأول من السنة المقبلة.